بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب العتق. والعتق يعتبر من أجل الأعمال وأكثرها أجراً وأعظمها مثوبة، أن يكون هناك رقيق فتشتريه وتعتقه. وقد نقول بأن العتق في زمننا الحاضر غير موجود، لكن كحكم إسلامي وكعقد شرعي فلا بد أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية. وقد جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة لكثير من الأعمال. فمثلا لو أن إنسانا تسبب في وفاة آخر خطأ، فنقول عليه الكفارة، وهي هذه الكفارة بإجماع علماء الأمة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. لو أن إنسانا واقع أهله في رمضان وهو يعني صائم وواقع امرأته، فنقول عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، وهكذا. وكذلك لو آلى أن لا يقرب أهله ثم بعد ذلك عدل عن الإيلاء فعليه الكفارة، والكفارة نقول عتق رقبة، وهكذا ما بعدها. فالإسلام يحرص على الاعتاق وعلى إخراج النفس من الرق إلى الحرية. وأصل الرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فهذا الذي أصله يعني جده أو جد جده أو جده الخامس أو السابع أو العاشر، أصله على غير حظيرة الإسلام وعلى غير شريعة الله عز وجل، ثم أسير وكان رقيقا، فإذا أعتقه الإنسان حصل له من الأجر والمغنم الشيء الكثير. فالعتق أن يقول السيد لرقيقه أنت حر، أو يقول أعتقتك أو خليت سبيلك مع النية، لأن عندنا عبارات العتق عبارة صريحة وعبارة كناية، وكلها تعد الغرض. وقد مدح الإسلام من فعل هذا الشيء، وذكر في الحديث كما سيأتينا بأن الله يعتق به سائر بدنه، يعني المعتق يعتق به سائر بدنه من النار بسبب اعتاقه هذه النفس. والآية تقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فجعل أهم الأمور هو فك الرقبة أي اعتاقها وإخراجها من الرق إلى الحرية. بدل أن كان الإنسان رقيق ويباع، نقول الآن ما في شيء لأن الدولة وفقها الله اعتقد جميع الأرقاء، لكن لما كان الرق موجود
ويعتق الإنسان منهم فهذا يعتبر من أجل الأعمال وأزكاها وأكثرها أجراً وأعظمها مثوبة. فيقول هنا كتاب العتق. قلنا الكتاب هو الذي يجمع عدداً من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعتق هو تخليص النفس من الرق إلى الحرية، يعني قبل كان رقيق لا يرث ولا يورث لأنه مال، هو بنفسه مال، ولكن إذا قيل له أنت حر صار كغيره يرث ويورث. وهكذا نقرأ ما ذكره المؤلف في كتابه ونحلل العبارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق. قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعتق يكون للعبد، يكون للرقيق، لأنه أصلا هو قاصر ليس كالحر يتصرف في نفسه ولا في غيره إلا بإذن سيده، فإذا أعتقه أصبح كغيره. نعم. وهو قربة مندوبة، قربة يعني فيه أجر، فيه مغنم، فيه ثواب، فيه درجات يحصل عليها الإنسان إذا أراد بذلك الدار الآخرة، إذا أراد بذلك الأجر من المولى عز وجل وأعتق هذه الرقبة. وقلنا بأن الإسلام جعله في كثير من الأحيان لعدد من الكفارات، فكفارة القتل خطأ، وكفارة الوقاع في رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة الإيلاء إلى آخره، كلها تكون فيها عتق الرقبة. نعم. قربة مندوب إليها، مندوب يعني رغب الإسلام فيها، بحيث إذا وجد الإنسان رقيقا يشتريه ويعتقه. نعم. بدليل ما روى أبو هريرة قال، روى أبو هريرة، شيخ أحمد وش قلنا يا بني اسم أبو هريرة؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وقد أسلم، وقد أسلم السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وجلس في المدينة حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، واسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. نعم. بدليل ما روى أبو هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة. العلماء يقولون الاعتاق أو حصول أداء الكفارة إذا أعتق الإنسان رقبة مؤمنة، عاد الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله فيقول لا ولو لم تكن مؤمنة، لأن العتق سبب في دخولها إلى الدين، يعرف أنه كان قبل رقيق والآن حر، من الذي أعتقه؟ أعتقه فلان، ماذا يريد؟ يريد الأجر والمغنم، فعند ذلك يدخل في الإسلام ويكون ذلك في سببا فيه. وإلا بعض العلماء يقول لا بد في الكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة، مؤمنة. وأبو حنيفة يقول لا نشترط هذا، وإنما نقول يعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، فإذا أعتقها كان ذلك سببا في دخولها للدين. نعم. أعتق الله بكل إرب منها، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، يعني جزء، باليد يعتق يده، وبالرجل يعتق رجله، وبالرأس يعتق رأسه، وبالكتف يعتق كتفه، ففي كل شيء من يعتق الله مثل ما أعتق من هذا الرجل. نعم. إربا منه من النار. نعم. رواه مسلم. حتى إنه لا يعتق اليد باليد
والرجل بالرجل والفرج بالفرج، والأفضل عتق من له قوة وكسب متفق عليه. يقول الحديث هذا متفق عليه. وش معنى متفق عليه شيخ علي؟ يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، والحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء، أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. فإذا قال متفق عليه أي رواه الإمامان البخاري ومسلم، والذي رواه الإمامان واتفق عليه هو أصح شيء بعد كتاب الله. نعم. والأفضل عتق من له قوة وكسب. والأفضل عتق من له قوة، يعني عنده إمكانيات يعمل، عنده معرفة للنجارة، عنده معرفة للبناء، عنده معرفة للحدادة، عنده معرفة لكذا، علشان يشتغل ويعيش من عمل يده. بينما إذا كان ما يشتغل وما يعرف شغله، فيقول الإمام أحمد قد يكون اعتاقه ضرر عليه، ضرر عليه، لأنه في السابق سيده ينفق عليه وواجب عليه أنه ينفق، فلما اعتقه أصبح غير واجب العتق، أصبح غير واجب الإنفاق، فيكون عالى على الآخرين. فإذا كان عنده حرفة، إذا كان عنده عمل، إذا كان عنده مقدرة، فعتقه يعتبر من أجل الأعمال. وأما إذا كان ليس لديه معرفة بالعمل، ففي السابق سيده ينفق عليه، والآن اعتقه فأصبح ليس بلازم، فيقول الأولى عدم عتقه. نعم. وكسب يستغني به، فأما من لا كسب له، فأما من لا كسب له، يعني ما عنده معرفة شيخ أحمد لا بالنجارة ولا بالحدادة ولا بالبناء ولا بالزراعة، ما عنده شيء، أخرق. طيب الآن سيده ملتزم، طعامه شرابه لباسه وكذا، فإذا اعتق قال لا دبر حالك، بعدين يتكفف الناس، فكونه في ولاية سيده وبقاؤه عند أولى. نعم. فحكي عن أحمد أنه لا يستحب عتقه، أنه لا يستحب عتقه. من هذا يا شيخ صديق؟ من هو اللي ما يستحب عتقه؟ من هو؟ العبد المملوك. لماذا ما يستحب عتقه؟ لأنه الأخرق، الأخرق اللي ما يقدر يشتغل، فمعناه يصير عالة على الناس. بينما إذا كان لديه مقدرة ومعرفة ودراية، فهو يشتغل اليوم، بعدين يصير معلم، بعدين يصير يسوي شركة، يسوي مؤسسة، وينفع الله به. نعم. لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له، وربما صار كلا على الناس، وربما صار على الناس، يعني يشحذ الناس، يعني يكون يسأل غير مطلوب هذا. نعم. فصل. ويحصل العتق بثلاثة. وعندنا أيها الأحباب، يعني نقول هذا حر وهذا عبد، والعبد هو الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لكن أهم شيء الأخلاق، قد يكون حرا ومن أميز الناس، من أرومة عالية، لكن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، كسلان وما في فائدة، ويتآلى على الناس. فمثل هذا وإن كان حرا فهو يعتبر رقيق شهواته، الكيس من دان نفسه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وأعجبني بيت قاله شاعر سمعته قبل 60 عاما، وكان من ضمن الحاضرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وعدد من العلماء. وهذا الشاعر يلقي وهو من العلماء ويلقي قصيدته، لكن يقول: والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد. لو سجلت البيت فهو طيب: والعبد حر من تخلقه،
من أخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة أصبح حرا، والحر إذا أتبع نفسه هواها فهو عبد لشهواته، والعبد من حر من تخلقه والحر من شهواته عبده. وهذا بيت في قصيدة، ومطلعها إذا أردتم المطلع عشان تقفون عليها يقول: تلك الرياض وهذه نجد، الشعر والتاريخ والمجد. وذكر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما قام به من عمل جليل، فكان من ضمن من أيدها وأعجب بها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد اللطيف وغيرهم. الشاهد البيت يقول: والعبد يا شيخ صديق، والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبده. وأعجبني مقالة لأحد العلماء، وكان في عهد 300 من الهجرة، في عهد 300 من الهجرة، يقول: الحر عبد إذا طامع، والحر والعبد حر إذا قانع، الحر عبد إذا طامع، والعبد حر إذا قانع. هذه المقالة لها 1100 وكذا سنوات، وهي موجودة في سير أعلام النبلاء في المجلد 14. نعم. ويحصل العتق بثلاثة: القول والملك. القول أنت حر. والملك والاستيلاد. ولا يحصل بالنية المجردة. يعني ما تحصل نية محلها الحل. يقول: أنا نويت. لا، لازم يقول: أنت حر، أنت حر، أو خليتك مع النية، لكن النية فقط ما تكفي. نعم. لأنه إزالة ملك. فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق. كالطلاق. شيخ عثمان، وش معناها يا بني كالطلاق؟ اسمع يا شيخ بكاي، اسمع وش يقول وخبرني. خبر الشيخ بكاي عشان ده صوتك خافت يا بني ولا اسمع. كالطلاق، وبعدك يا شيخ عبد الله. يقول: الطلاق ما يكون الإنسان ينوي بقلبه فقط ولا يتكلم، لازم يتكلم بعبارة الطلاق. يقول: أنت طالق، أو أنت خلية وبرية، وأنت الحرج، في عندنا كنايات وصريحة، لكن بالنية في القلب ما يكفي، لابد أن يتلفظ الإنسان. وهنا العتق لابد أن يكون بالكلام، أما إذا نوى في قلبه فقط فلا يكفي. نعم. كالطلاق وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية. وألفاظه يعني ألفاظ العتق في صريح وكناية. الصريح ما تحتاج إلى شيء، أعتقتك، أنت حر، فلا تحتاج إلى أعتقتك لوجه الله أو بناء على ما ترتب علي من كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة إيلاء أو كفارة قتل أو غير ذلك، فهذا يكفي كناية صريحة. وهنا كناية: خليتك، اذهب إلى أهلك. نعم. فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما، لأنه يثبت لهما عرف الشرع والاستعمال، فكانا صريحين كلفظ الطلاق في الطلاق. كلفظ الطلاق إذا قال للرجل، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق. لو قال: أنت طالق، قال: أردت طالق من عقال، نقول له: من اللي ربطها؟ ما أنت طالق من عقال ما يصح. كلمة الطلاق يعني تنهي العلاقة الزوجية، وهي عبارة صريحة. لكن لو قال: أنت خلية، أنت برية، اذهبي إلى أهلك، قد يكون له مدة طويلة ما زارت أمها وما زارت أبوها، أريد أن تزورهم. أنت الحرج يعني يصرف إلى صرف، هذه تعتبر كناية، لكن إذا قال الطلاق فهو صريح. نعم. فإن أراد بهما غير العتق كرجل يقول لغلامه هو حر،
يريد أنه عفيف كريم الأخلاق أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر، يريد أنك تمتنع عن ما أقول، يعني كأنك حر، ما أنت إلا حر. والعبد يقوم بأوامر سيده، ولهذا يتمنى يقول ما أنت إلا حر، يعني تصرفك هذا وعدم استجابتك وعدم قيامك بما أمرك كأنك جعلت نفسك في منزلة الأحرار. نعم، أنك تمتنع من طاعة امتناع الحر. فقد قال أحمد في رواية حنبل أرجو ألا يعتق وأنا أهاب المسألة، فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوي بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه، كما لو نوي العتق بكنايته. والكناية يعني كناية العتق. نعم، لأن عندنا صريح كناية. وعندنا الوقت. أسأل من الشيخ، وين الشيخ موسى؟ وين الشيخ موسى اليوم؟ ما جاء؟ لا موجود. بعيد. شيخ موسى قرب شوي، قرب. تعال. طيب، عندنا شيخ موسى عبارات صريحة للوقف وكنايات للوقف، ما هي الصريحة وما هي الكناية؟ وقد مرت بنا قبل أيام. أي. بس صعب عيني أكمل شكول. شيخ أحمد وين صاحبك هنا؟ وين ما جاء اليوم؟ طيب الشيخ أحمد، الشيخ أحمد العبارة صريحة للوقف. نعم، زين أحسن، وقفت وحبست وسبلت. عندنا الوقف له عبارات صريحة، وقفت وحبست وسبلت، وله كنايات. الشيخ صديق وكنايته حبست وسبلت وعبدت، حبست وسبلت وعبدت. الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، أو حكم الوقف. نعم، والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث شئت والحق بأهلك. والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث شئت، رح للمكان اللي تريد. نعم، والحق بأهلك. نعم، وحبلك على غاربك يعني اللي تبي يذهب له. نعم، ونحوه فلا يعتق بذلك حتى يكون هناك نية. نعم، حتى ينويه لأنه يحتمل غير العتق، فأشبه كناية الطلاق فيه. أشبه كناية بكناية الطلاق إذا قال أنت خلية وبرية وأنت الحرج والحقي بأهلك، هذه ما هي عبارات كناية وليست صريحة. إن نوى الطلاق فهي طلاق، وإلا فلا. نعم، وفي قوله لا سبيل لي عليك. لا سبيل لي عليك كناية أيضا، هو عبده ورقيقه لكن يقول لا سبيل لي عليك، يعني ما علي منك. ولا سلطان لي عليك وأنت سائبة. وأنت سائبة. نعم، وفككت رقبتك. نعم، ولا ملك لي عليك وأنت لله وأنت مولاي وملكتك نفسك. فيه روايتان، إحداهما هو صريح في العتق لأنها تتضمن العتق، وقد جاء في كتاب الله تعالى فك رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم. فك رقبة يعني العتق، فكانت صريحة كقوله اعتقتك، والثانية هو كناية لأنها تحتمل غير العتق، كناية يعني تحتاج إلى نية. نعم. وقال القاضي قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك، في نفي الملك، والعتق من ضرورته، وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام علي روايتان، إحداهما هو كناية تعتق به إذا نوي به العتق، لأن الرق أحد الملكين في الآدمي، أحد الملكين في الآدمي، فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح، والحرية يحصل بها تحريمها عليه، فجاز أن يكون كناية فيه. والثانية ليس بكناية لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة، فلم يزل بالطلاق كملك المال، والتحريم صريح في الظهار فلم يكن كناية في العتق كقوله أنت علي كظهر أمي، أنت علي، يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهذا يعتبر ظهارا. فصل. ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف. إذا مثلا إنسان غني وعنده أرقة ومات ومن ضمن ورثته أولاد صغار، الولد جاء أحد من الأرقة، لو قال أنت حر ما ينفذ لأنه غير جائز التصرف، أو لو كان كبير لكن مجنون أو سفيه ما يعتمد كلامه، فهذا لا يكون، لأن الرقيق، لأن من يعتق لازم أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. نعم. ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف، ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. صبي يعني صغير، ومجنون كبير لكنه فاقد العقل، وسفيه يعني لا يحسن التصرف، ولا هو غير مجنون لكن لا يحسن التصرف. نعم. لأنه تبرع في الحياة فأشبه الهبة، ولا يصح عتق الموقوف. موقوف على مثلا عندنا كان في السابق موقوفين على الحرم، اللي كانوا يدرون على الكعبة موقوفين على الحرم، لا يصح عتقهم لأن من أوقفهم لخدمة بيت الله، فتجدهم موقوفين على الحرم. نعم. لأن فيه إبطالا لحق البطن الثاني منه وليس له ذلك. فصل. إذا كان عبد بين اثنين، واحد أعتق وواحد ما أعتق، اللي أعتق ينفذ عتقه، ويلزمه إذا كان قادر أن يدفع للثاني حصته لأجل أن يعتق كامل العبد. يعني مثلا نقول قيمة العبد هذا 1000 وهو بين اثنين، يعني كل واحد له 500، واحد أعتق، نقول للمعتق هذا إذا كان قادرا ادفع لصاحبك حصته لأجل أن تعتق جميع الرقبة. نعم. فصل. فإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر عتق كله، ووجب عليه قيمة نصيب شريكه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لما روى ابن عمر شيخ عثمان من هو يا بني ابن عمر؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، شقيق حفصة، شقيق حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقلنا أخوال عبد الله وأخوال حفصة آل مضعون، وبيوتهم عند الصفا، وهاجروا إلى المدينة رضي الله عنهم، وخالهم عثمان بن مضعون أول من مات من المهاجرين في المدينة،
ووضع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قبره، دفن في البقيع، علامة على قبره، قال لأجل أن أعرف قبر أخي. نعم. من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. وفي لفظ وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. بقيمة العدل، ما هو مرتفع ولا منخفض، بقيمة لا بأقل من القيمة ولا بأكثر، قيمة اللي إذا قدروها للدراية والمعرفة العدل. نعم. وفي لفظ فقد عتق كله، ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر، ولأنه سراية قول. دراية، يسري العتق، بدل ما يكون يسري الربع يتعدى إلى بقية البدن، نصف يتعدى، ثلاثة أرباع يتعدى، ويسري بمعنى يتعدى إلى البقية. نعم. فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة. قال الإنسان لزوجته طلقت بعضك، تقول ما في شيء بعض، تطلقه كله. لو قال لا، لو قال طلقت نصفك الأيمن نصفك الأيسر، طلقت يدك، طلقت رأسك، نقول هذا شيء ما يتجزأ، وإنما تطلق جميعا. مرحبا مرحبا شيخي جميعا. فإن أعتقه الشريك عقيب عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق، لأنه صار حرا بعتق الأول، ولو لم يؤدي القيمة حتى أفلس كان دينا في ذمته، وعتقه ماض، ووقت التقويم ووقت العتق لأنه وقت الإتلاف فأشبه الجناية. فإن اختلف في القيمة فالقول قول المعتق لأنه غارم، وإن اختلف في صناعة تزيد صناعة. يقول هو نجار، يقول لا ما يعرف، هو حداد، يقول لا ما يعرف، هو مثلا بنا، يقول ما واحد يقول يعرف الصناعة والثاني يقول لا ما يعرف، اختلف. نعم. تزيد بها قيمته أو عيب تنقص به قيمته فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه، وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا لأنه تقويم متلف. لأنه تقويم متلف، يعني تقويم تقدير لقيمة لشيء متلف. نعم. فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات، ويحتمل ألا يسري عتق الكافر في المسلم لأنه لا يجوز أن يتملكه، وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالسرايات أولى، وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه. عتق نصيبه إذا كان المعتق معسر ما يقدر يكمل، نقول عتق نصيبه. نعم. نصيبه منه خاصة وباقيه على الرق، وباقي يبقى وهو المبعض، المبعض يعني نصف رقيق ونصف حر. نعم. للخبر، ولأن سراية العتق ضرر بالشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره، وعنه يستسعى العبد في قيمة باقيه. يعني قال له اشتغل اشتغل اجمع وسدد. نعم. ويعتق كله، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له شخصا، يعني جزء، ربع، نصف، ثمن. نعم. شخصا له في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق ماله عليه. مال يخلى العبد يشتغل ويسدد. رواه أبو داود، والأول أصح لأن خبر ابن عمر أصح، ولأن الإحالة على السعاية إحالة على وهم وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الإحالة على السعاية، على يقول له اشتغل ربما ما يشتغل، ربما يدور شغل ولا يلقى، فيكون في إحراج للعبد. نعم. وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الكسب من غير اختياره، فإن كان معه قيمة البعض
عتق منه بقدره، لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن البعض وجب بقدر ما قدر عليه كقيمة المتلف. فصل: فإن أعتق المعسر بعض عبده عتق كله، لأنه موسر بما يسري إليه، فأشبه ما لو أعتق بعض عبد وهو موسر بقيمة باقيه. فإن أعتق بعضه في مرض موته عتق منه ما يحتمله الثلث، وإن زاد على قدر ما أعتق، لأنه عتق بعضه كعتق جميعه، وإن احتمل الثلث جميعه عتق كله، لأن الإنسان يتصرف في ثلث ماله، يعني كالوصية يتصرف بثلث ماله، وأما ما زاد على الثلث فيحتاج إلى استئذان من الورثة. كذا يا دكتور؟ نعم. فصل: إذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته أو دبره، ومعنى دبره قال بعد موتي أنت حر، أو دبره فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه، أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين لأن ثلثه له فكان موسرا به، والأخرى لا يعتق منه إلا ما ملك، لأن حق الورثة بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه ذكرهما الخرقي وأبو الخطاب. قال الخرقي: وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله، لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. وقال القاضي: إن عتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه، لأنه أعتقه وهو موسر بثمن جميعه فدخل في الخبر، وإن دبره لم يعتق إلا ما ملك، لأن ملكه زال بالموت إلا ما استثناه بوصيته. وصحح الرواية الأولى في العتق في المرض والثانية في التدبير. فصل: وإن كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، وللثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما، وضمنا حق الشريك الذي لم يعتق. نعم. وضمنا حق شريكهما فيه بالسوية، لأن التقويم المستحق بالسراية يسقط على عدد الرؤوس، كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه أحدهما جرحا والآخر عشرة، ويكون ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه، ويحتمل أن يقوم عليهما أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما، على قدر ملكيهما، لأنه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة، كالشفعة كالشفعة، فيكون ولاؤه بينهما كالشفعة. أربعاً. وش قلنا شيخ بكاية الشفعة؟ انتزاع حصة شريكه ممن بعوض مالي. أحسن. الشفعة وهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم. فصل: وإذا كان العبد لثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث فأعتق حقهما مع حقه، أو أعتقه كل واحد منهم وهو معسر عتق على كل واحد حقه منهم، وولاؤه بينهما ثلاثة. وولاؤه، وولاؤه، وش معنى العبارة يا شيخ دكتور جميل؟ وولاؤه، اقرأ يا بني. وولاؤه بينهما ثلاثة. نعم. هم ثلاثة يملكونه، أعتقوه كلهم، فنقول عتق عليهم. يقول: وولاؤه بينهما ثلاثة. وش الولاء؟ نعم. أي يعني لو ترك مالا، يعني هو أعتقوه وعنده سيارة وعنده بيت وعنده مزرعة، تكون بينهم، بين الثلاثة الذين أعتقوه،
لأن عندنا حديث الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، ولا ينفرد أحدهم بميراثه دون الآخر. نعم. وإن أعتقه الأول وهو معسر وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني. وإن قال اثنان منهم للثالث إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر، فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه، وقوم عليه نصيب شريكيه وولاؤه له دونهما. ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهما، لأن اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه ولا تسبقه السراية. وإن كان معسرا عتق عليه نصيبه خاصة، وعتق نصيب صاحبيه بالشرط، وولاؤه بينهما ثلاثة، سواء اتفق في القول أو سبق به أحدهما، لأن الوقوع بوجود الشرط وقد استويا فيه. وإن قال له إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه، عتق نصيب كل واحد على مالكه، لأن عتقه وقع في حالة واحدة. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نقرأ غدا إن شاء الله العتق بالملك، وهو يختلف عن العتق إذا أعتق الإنسان أجنبيا، والعتق بالملك إذا ملك أباه أو ملك أمه أو ملك أخاه أو أخته، وفي هذا تفصيل سنقرأه فيما بعد إن شاء الله.